هي بكل متابعينا الكرام، محبي الأصالة، متابعي هذه الانطلاقات هنا من تحفة ميادين السباقات ميدان المرموم في انطلاق صباح هذا اليوم، أول أيام العام الهجري الجديد 1437، ونحن ننتهز هذه الفرصة لنرفع أسماءات التهاني والتبريكات بحلول هذا العام الجديد لكل المسلمين والمتابعين والمحبين لرياضتنا العربية الأصيلة. ننطلق إذا مشاهدينا متابعينا الكرام من خلال هذه اللحظات في انطلاق أول الأشواط في هذه الفترة الصباحية التي تحتوي على 20 شوطا، وهذا هو الشوط الأول من الأشواط الثمانية الأولى والمخصصة للإنتاج. إذا الشوط الأول الافتتاحي، شوط الإبكار الخاص بالإنتاج، ينطلق في هذه اللحظة هنا مبشرا ببداية المنافسة والتحدي والإثارة. نسير مع المقدمة، نتابع البداية الأولى في هذه اللحظات، ونهب معتوق بالرغش بن طبازة العامري، بينما المركز الثاني شاهينية سالم بن دغاش بن محمد العامري، والمركز الثالث افعال عبيد بن سلطان بن علي الاشتبي، بينما المركز الرابع في هذه التحديات وبرع علي بن سالم بن علي الاشتبي، والمركز الخامس عودة الى العنود علي بن سعيد بن حميد الدرعي، بينما المركز السادس محمد بن راشد بن مفتاح الشامسي مع الشاهينية، والمركز السابع عودة الى روع مبارك بن راشد بن مبارك بالجعفل الحميري، وفي المركز الثامن في هذه الانطلاقة القوية القادمة وهي ملوح مطر بن علي بن سعيد بن سالم، وفي المركز التاسع في تقدم القادمين في هذه اللحظة وفي هذا الاندفاع تأتينا هنا وجود هملولة عمر بن راشد بن محمد الخيلي، وفي المركز العاشر هذه مشكورة محمد بن صالح بن طرشوم العامري. إذن هذه البداية الأولى والتحديات والانطلاقة الأولى التي تبدأ من خلال هذا الصباح مع وصولنا إلى منتصف المسافة وانطلاق القادمين بقوة في هذا الشوط. ما شاء الله وتبارك الله، تغيير إلى المقدمة إلى الصدارة إلى بداية هذه اللحظات الأولى هنا، حيث يبدأ المركز الأول بتغيير شاهينية سالم بن دغاش بن محمد العامري على المركز الأول، بينما في المركز الثاني ملوح مطر بن علي بن سعيد بن سالم في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث تدخل من العنود علي بن سعيد بن حميد الدرعي، وفي المركز الرابع هذه مشكورة محمد بن صالح بن طرشوم العامري، المركز الخامس تتدخل في المركز الخامس هملولة عمر بن راشد بن محمد الخيلي. هذه الخماسية على مقدمة هذا الشوط من خلال هذه البداية، وأتوقع أن النهاية هنا تذهب إلى الشاهينية، تذهب إلى الانطلاقة الأولى الشاهينية. سالم بن دغاش بن محمد العامري هي المتصدرة مع هذه اللحظات، بينما المركز الثاني المنافسة ملوح مطر بن علي بن سعيد بن سالم بالسعودي في المركز الثاني، وفي المركز الثالث هناك انطلاقة من وجود العنود علي بن سعيد بن حميد الدرعي في المركز الثالث، ورابعا على المركز الرابع تأتينا مشكورة محمد بن صالح بن طرشوم العامري. هذه المنافسة على مقدمة هذا الشوط والانطلاق الذي يبدأ هنا مع وجود هذا الشعار الذي يعشق دائما المنافسة والصدارة والتحدي في هذه الانطلاقات. الشاهينية على المركز الأول سالم بن دغاش بن محمد العامري تقترب مع نهاية هذا الشوط هنا، بينما على المركز الثاني الملوح مطر بن علي بن سعيد السعودي الاشتبي في هذه اللحظة، ولكن أتوقع أهالي الفوعة خلاص يحتفلون بأول أشواط خاصة في الانتاج المتميز في هذا الصباح من خلال هذه المنافسة والشاهينية. على المركز الأول سالم بن دغاش بن محمد العامري، سلام يا أهل الفوعة، سلام سلام، ما شاء الله وتبارك الله على هذا الأداء الجميل المؤكد هذه البداية القوية والتحدي والانطلاق. المركز الثاني للسيد محمد بن علي بن سعودي الاشتبي، والمركز الثالث هي العنود علي بن سعيد بن حميد درعي، المركز الرابع نعود مع وجود أملول عمر بن راشد محمد الخيلي، والمركز الخامس مشكورة محمد بن صالح بن طرشوم العامري. هذه النتيجة، هذه المنافسة، هذه التحديات، هذه الانطلاقة على أرضية هذا
الميدان. نعود إلى خط النهاية نتابع المقدمة والأداء الجميل المؤكد لهذه الانطلاقة الأولى، وسبع أربع دقائق بلا شك هي حاضرة في هذه المنافسة، والتوقيت أيضا هناك في 41 دقيقة 41 ثانية بالوفاء والتمام والكمال، بينما المركز الثاني تواجدت في المركز الثاني ملوح اللي وصلت في المركز الثاني مطر بن علي بسعودي آل اشتبي، وهي 4 دقائق 41 ثانية وتحمل أجزاء من الثانية. وفي المركز الثالث العنود علي بسعيد بن حميد الدرعي اللي وصلت في المركز الثالث في هذه اللحظات تحقق هذا الانتصار 4 دقائق 42 ثانية وجزء واحد من الثانية، هو توقيت الزمن الذي صاحب هذه